ولا لا؟ احنا واقعين في مصيبة عظيمة، فبدنا تكون مطالبنا كمان اعظم من هيك. صحيح. هذا الحكي ما بيناسبنا عشان طوش وعشان خشبتين يا ابن مات. هذا هو الاشي. ابننا ليش مات ابننا؟ ابننا ليش انقتل ابننا؟ عشان طوش وعشان خشبتين؟ لا 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 ايش؟ يا جماعه خلينا نبسط يا سمح الله يسلمك. احنا بس يعني وكانه حادث دهس عادي ولا دماغه. الله لا يرد يعني عشان خشبتين ابننا مات. ابن القدس اللي شافه بالقدس ابننا بس.